هو عندنا شنو يونت 5 الماضي التام لسن 9 تيست يور سيلف التمرين مالته تمرين الجي راح نشرح على الماضي التام فخليكم وياي طلابنا. عندنا شنو الماضي التام؟ تايم شنو؟ الماضي التام هو الباست بيرفكت. شنو هو الماضي التام؟ عندنا حدثين، حدث اول لازم يكون ماضي تام، بعدين حدث ثاني اللي هو الماضي البسيط. يعني الماضي التام هو الحدث الاول بعدين يجي وراء الماضي البسيط. زين استاذ عادي نقدم الماضي البسيط على الماضي التام؟ نعم، بس يبقى الحدث الاول هو الماضي التام اللي هو الباست بيرفكت. عندنا ادوات شنو هي؟ عندنا الويل والبيفور والسو، هذول قبل الماضي التام بعد الماضي البسيط، وعندنا الافتر والبيكوز، ماضي بسيط قبلهم وبعدهم ماضي تام. ممكن الافتر والبيكوز تكون بالبدايه او بالنص، هذا مو مشكله، هي راح تجيك تمارين جاهزه وخذ الفكره. عندنا مثلا القاعده مع الماضي تام شنو هي؟ هاد مع تصريف ثالث. زين استاذ من هو ياخذ الهاد؟ كل الفواعل الهي والشي والات والذي والوي وي والوي واليو كلها تاخذ من هو؟ تاخذ الهاد مع تصريف ثالث. الماضي بسيط شرحناه مواضيع سابقه، فاعل مع فعل قياسي ايدي او غير قياسي شاذ، ريجولار ريجولار. عندكم هاي افعال من تشوف الله هذا المصور يعني يلا خلينا نكمل. عندكم البيكام والتشينج، هذول شنو هو؟ هذول افعال من موجودين يعني نستدل على الماضي التام، يعني قبلهم نجيب هاد وهذا الفعل يصير تصريف ثالث. خليكم وياي بالتمارين. Last week I meet an old friend from primary and he not change. الاسبوع الماضي التقيت بصديق من كان وياي بالابتدائي بالبرايمري وبعده ما متغير، يعني ملامح وجهه بعدها نفسين. هنا ايش راح نسوي؟ عافية طلاب. شنو هو عافية طلاب؟ انه الجمله هذه ما بيها الاداه ولا واحدة من ذني، لا وين ولا بيفور ولا افتر ولا ما موجودات. اذا اني هذه الجمله راح احلها على شنو اعتمد؟ عافيه على تشينج. قلنا من اكو تشينج شنو راح يكون قبله الماضي تام. فيقول لك الاسبوع الماضي التقيت بصديق، الماضي مال ميت اي واحده مات، بعدين اند هي، طبعا هذا الحدث الاول هو اكيد هذه الجمله حصل يعني سابقه هي، القاعده مال الماضي تام شنو هاد. زين انت ليش قلت هاد انت؟ هذا هو حاط لك نوت، اذا ماكو نوت لا تخلي. التصريف الثالث مال الفعل تشينج بس تخلي له دي وانتهى. مطينا وين استاذ؟ اي روح على الوين. الوين شنو هي؟ هي الوين استاذ شو جتي بالبدايه؟ شنو المشكله؟ خل تجي بالبدايه او بالنص. شو يجي ورا الوين؟ ماضي بسيط. زين اذا الوين اجى وراها ماضي بسيط، الماضي التام وين حيصير؟ حيصير بالاخير. اوكي يعني طلاب؟ استاذ عندي سؤال، تفضل ابني ادري ايش راح تسال. استاذ شلون؟ طبعا هذا السؤال دمروني به الطلاب. شلون نميز بين هاي الوين والوين مال الفصل الاول ويا الاز والواير؟ يابا هو يحدد لك، هو يحدد لك، لا تدوخونا عاد. نجي هنا شو نسوي؟ وين اي ارايف ورا بسيط بس دي قياسي. At Pate's house there no one there was. استاذ انت مو قلت بسيط بعدين ماضي تام؟ مو هنا جايب لكم كم فعل؟ واحد اثنين، هذول الفعلين شنو هم؟ يعتبرون الحد يعني نفس الحدث، هذا نفس الحدث ويا هذا، ماضي بسيط بعدين ماضي بسيط وبعدين يلا يجي الماضي تام. بس هي هيك شيء ما تجي بالوزاري، بالوزاري ما يجيب لك مثلا ثلاث افعال ودوخك، يعطيك القاعده ويعطيك فعلين فعل بفعل وانت تصحح الافعال، فلا تخافون ان شاء الله. بس انا لانه هو تمرين موجود عندكم بالتست يور سيلف احل لكم اياه. بعدين هنا عندكم شنو الماضي تام هاد؟ شنو؟ جون تصريف ثالث وكملنا الجمله. هذا الحدث الاول وهاي الجملتين اثنيناتهم حدث ثاني. After
الافتر يجي وراء شنو الافتر؟ ماضي تام بعد هاد وتصريف ثالث. After we had spoken وكملنا الجملة والماضي ما leave left. من هو الحدث الأول؟ الحدث الأول بعد ما حكينا ويا الأستاذ أول مرة حكينا ويا الأستاذ. بعدين بعدين غادروا الصف القاعة ما الصف. دائما من تجيك الأداة بالبداية تخلي كاما يعني الفارزة بالنص. وين جتك الوين بالبداية؟ وقلنا وراء بسيط وين وي arrived بس دي at airport من وصلنا المطار. وي discovered اكتشفنا ماضي بسيط ماضي بسيط. بعد travel agent المكتب مع السفريات الشركة change شنو غيرت؟ قلنا من اكو change يعني تام نجيب هاد قبله والفعل بس نحط له دي ومع السلامة. The wedding العرس الزفاف go well because ها جتك because بالنص. إذن because وين هي؟ قبل بسيط وراء تام. The wedding went الماضي مال go went then well because they had organized بس دي وكملنا. أستاذ أنت مو قلت الماضي تام هو الحدث الأول؟ صحيح. لعد ليش قدم الحدث الثاني الماضي البسيط؟ لا هو قدم الحدث الثاني الماضي البسيط بس بقى الزمن انه هذا الحدث صار قبل ذاك. شلون هسه نوبات تقول مثلا تقول اني نمت بعد ما تغديت. انت نمت انت تقول اني نمت بعد ما تغديت يعني تغديت يلا نمت فقدمت انت فيصير عادي عندك. هسه اعطيكم كم سؤال وزاري عن هذا الموضوع. كملنا الشرح مال ماضي تام. عندنا وزاريات. We couldn't get a room because we not book. هنا عندنا because شنو وراها؟ ماضي تام. يقول لك we couldn't get a room. هو منطيك ماضي بسيط ما يريد. بس جيب له ماضي تام. يقول لك we couldn't get a room. ما قدرنا نحجز غرفة because we not book لأن ما حاجين. هنا البوك كفعل يحجز. We hadn't. شو هم خليت hadn't؟ هذا مو not. والبوك قياسي hadn't booked. I couldn't board the plane. ما قدرت أصعد على الطيارة because I lose my boarding card. طبعا البطاقة التذكرة. فهنا ال because وراء تام نقول I had واللوز يصير lost وسهلة. وهنا الماضي البسيط نعطيكم إياه. She was nervous. هي متوترة. On the plane بالطيارة because وراء ماضي تام because she hadn't تصريف الثالث flown before لأن هي أبد ما طائرة قبل. فهنا انتبه عليها. When وراء ماضي بسيط when we go to the cinema شنو the film had started easy. نوبات تعطيكم يا اختيارات نوبات فراغات نوبات شنو انت تشتغل وتحيل. فإن شاء الله موضوع سهل وإن شاء الله يا ربي استفادتك.